وللاطلاع على تفاصيل المعارك في ريف اللاذقية، أعزائي المشاهدين، ينضم إلينا من ريف اللاذقية الناشط الإعلامي أحمد حاج بكري. أهلا بك أحمد، من هي الفصائل التي شاركت في معارك تحرير كنسبة والمناطق المحيطة، وكيف كان التنسيق بينها؟ نعم، في الحقيقة أبرز الفصائل المشاركة في العمل العسكري الذي جرى خلال الأيام الماضية على ناحية كنسبة القادم من إدلب، بالإضافة إلى اشتراك جميع فصائل العاملة في الساحل من فصائل الجيش الحر الممثلة باللواء العاشر والفرقة الأولى الساحلية والفرقة الثانية وعدد من الكتائب الأخرى، أيضا بالإضافة إلى كتائب أنصار الشام وعدد من الفصائل الأخرى. ولكن مهمة اقتحام ناحية كنسبة والقرى المحيطة بها والتي استطاع جيش الفتح ليلة أمس اقتحامها هي كانت فقط لعناصر جيش الفتح وعدد من أبناء المنطقة فقط. استطاع جيش الفتح، يعني كما ذكرت لك، من اقتحام ناحية كنسبة مع فجر اليوم والسيطرة عليها بشكل كامل. كما استطعنا نحن الدخول كنسبة ويعني لنرى بأن المنطقة آمنة بشكل شبه يعني كامل، والسوار يعني أصبحوا بعيدين عن كنسبة حوالي 1 كيلومتر. والآن وأنا أتكلم معكم منذ دقائق استطاع السوار بس سيطرتهم أيضا على عدد من القرى المتقدمة من والتي تقع بعد ناحية كنسبة، وهي قرية وادي باصو وقرية القرميل وقرية عين الغزال. وبذلك يكون قد تم تأمين ناحية كنسبة نارية طيب وأصبح السوار أحمد بعيدين عنها. أحمد أحمد كم يبعد الثوار الآن عن مدينة سلمة الاستراتيجية، وهل تعتقد أنها هي الهدف التالي؟ نعم، في الحقيقة بعد سيطرة السوار الآن على قرية وادي باصور أصبح مصيف سلمى يبعد عنهم حوالي 9 إلى 10 كيلومتر فقط، وأصبح هو تحت نيران السوار. ويعني كما كان يعني الحديث مع قادة في الفصائل المقاتلة في الساحل اليوم بأن المعركة لن تتوقف، بأن السوار عاقدين العزم على التقدم واسترجاع جميع النقاط التي سيطرت عليها قوات النظام خلال ال9 أشهر الماضية. وكما يعني نقول نحن قوات النظام استطاعت السيطرة على هذه المناطق بعد عمل استمر لأكثر من 10 أشهر بدعم جوي من الطيران الروسي ودعم بميليشيات من حزب الله ومن إيران ومن العراق. طيب أحمد، أما بفضل الثوار السوريين استطاعوا استرجاع أكثر من ربع هذه المناطق خلال 6 أيام فقط. طيب أحمد، خلال عدة أيام، كما قلت 3 أيام فقط، استطاع الثوار تحقيق هذه الانتصارات. حسب خبرتك أنت في ريف اللاذقية، ما هي المتغيرات أو التكتيك العسكري الجديد الذي اتبعه الثوار لتحقيق هذه الانتصارات؟ نعم، في الحقيقة كان يعني مناطق ريف اللاذقية بشكل خاص لم تشهد أي تقدم لقوات النظام منذ انطلاق الثورة وحتى الآن. كان السوار فقط هم من يحررون المناطق ويسيطرون عليها. لكن بعد التدخل الروسي وهذا التمهيد الكبير الذي جرى من قبل الطيران الحربي الروسي، ولأن نظام الأسد حاول أن يثبت لروسيا بأنه قادر على تحقيق انتصارات على الأرض، زج بجميع ما يملك من مرتزقة ومقاتلين على جبهات الساحل ليكونوا وقود وقتلى تحت أزيز لكن رصاص أحمد، ما السوار. الذي حدث من جديد لتنقلب الآية على الأسد وحلفائه الروس؟ نعم، كنت سأقول لك يعني بعد هذا التدخل يعني تراجع السوار إلى مناطق خلفية، يعني قاموا ببناء خطوط دفاعية قوية جدا. لم يستطع النظام من اختراقها على مدار الشهر الماضي كما حصل في جبل تركمان وجبل أكاد، حيث كان يحاول النظام اقتحام هذه المناطق. حتى ليلة أمس مع أذان المغرب كان النظام يحاول اقتحام قرية نحشبة، فقام السوار بالانسحاب منها وتركوا عناصر النظام تدخل إلى القرية. وبعد ذلك قاموا بقتل جميع العناصر التي دخلت إلى القرية وأكملوا بالهجوم على ناحية كنسبة. السوار اتبعوا خطط جديدة كان أهمها أن تكون العمليات العسكرية ليلاً لإبعاد الطيران الحربي الروسي وإبعاد الطيران الحربي بشكل عام عن أجواء المعركة ولتصبح المعركة. أيضا اتبعوا خطط التسلل في الجبال لتكون الاشتباكات على مسافات قريبة جدا ولتصبح عندها المعركة عنصر لعنصر وسلاح
سلاح لسلاح، لتكون المعارك أغلبها بالأسلحة الخفيفة، وهنا تكمن يعني قوة شكرا السوار لك، في بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من ريف اللاذقية الناشط أحمد حاج بكري.